النهارده ان شاء الله يعني الفريق الاول لكره القدم بالنادي الاهلي هيواصل تدريباته وسيجري مسحه طبيه طبعا استعدادا للسفر للسودان في خوض مباراه ضد المريخ بعد ما حدد الجهاز الفني بقياده بيتسو موسيماني ان السفر ان شاء الله هيكون يوم الاربعاء القادم الى السودان. الاهلي هيخوض مواجهه مهمه جدا امام فريق المريخ السوداني يوم السبت المقبل في الجوله الخامسه من منافسات دور المجموعات بدوري ابطال افريقيا، وطبعا تمنياتنا لفريقنا الجميل والعظيم بكل التوفيق. خلينا نقول لحضراتكم برضو ان امبارح الفريق الاول استأنف تدريباته، وبيتسو موسيماني كمان مدير الفني عقد جلسه مع سيد عبد الحفيظ مدير الكره في حضور الجهاز المعاون عشان يطمن على كافه التحضيرات والامور كمان الاداريه الخاصه هنا فكره او برحله الفريق للسودان. مران كمان شهد انتظام ايمن اشرف وده خبر كويس، الظهير الايسر للفريق في تدريبات الكره، وبيتسو موسيماني والجهاز المعاون عقدوا جلسه مع ايمن اشرف قبل المران عشان يطمنوا على حالته بعد اصابته مؤخرا ب يعني كسر في الركبة أو يعني شرخ في الركبة، نتمنى مش كسر طبعا شرخ في الركبة، فنتمنى إن شاء الله الشفاء ليه وسعداء أكيد بالخبر ده. كده احنا اطمننا برضو على أيمن أشرف. طيب بالنسبة بقى لبواليا وأليو ديانج، كابتن سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي أعلن أن الكونغولي والتر بواليا مهاجم الفريق سيلحق ببعثة النادي الأهلي في السودان بعد انتهاء مشاركته في معسكر منتخب بلاده اللي جه طبعا في إطار خوض مباريات تصفيات أمم أفريقيا التي ستقام في الكاميرون 2021. أما بقى بالنسبة للمالي أليو ديانج لاعب الفريق المتواجد حاليا مع منتخب بلاده، قال برضو كابتن سيد عبد الحفيظ أن اللاعب سينضم هو الآخر إلى تدريبات الفريق بالقاهرة عقب انتهاء مشاركته بمعسكر مالي على أن يرافق البعثة من القاهرة إلى السودان.